ايام عظيمه جدا وتاريخيه قضيتها على رئاسه او في رئاسه الاتحاد الدولي لكره القدم على مدار سنوات طويله 18 عام. ايام سعيده اكيد وانجازات كبيره جدا. وايضا كان في بعض الايام الحزينه. ايه اكتر الايام شايفها كانت ايام عظيمه بالنسبه لجوزيف سيب بلاتر وانجازات عظيمه وايضا ايام صعبه؟ بالطبع أنا لدي 42 عاما في الفيفا. أنا أخدم في الفيفا منذ عام. أنا تركت الفيفا عام 2016 ولكن التحقت بالكونغرس الخاص بالفيفا. أعتقد أن ما حدث لي هو رد فعل من الأمريكيين، وأستطيع أن أقول أنهم لم يتحلوا بالروح الرياضية حينما خسروا التنظيم كأس العالم. ولكن ما أقول، ما الشيء الملحوظ الأكبر هو أن كل دول العالم كانوا سعداء بالفترة. الاتحادات تطورت، الملاعب تطورت، أدوات الخاصة بكرة القدم تطورت. فأنت تسألني عن إنجازاتي، عما فعلته داخل أروقة الفيفا. أنا أجريت الكثير من البرامج الخاصة بتطوير كرة القدم. الدورات الكثيرة التي أقمناها لتطوير منظومة كرة القدم في الاتحادات، وقد قمنا بوضع أسس خاصة بالملاعب والبنى التحتية وقد قمنا بردود أفعال كثيرة لتطوير المنظومة ولنرى 10 أو 12 برنامج سنويا لتطوير الكرة المحلية في كل البلاد، وهذا أمر طبيعي كدور صعب وقمنا به. ومن هذه الذكريات أيضا أول اتصال لي مع الرئيس نيلسون مانديلا، حينما تحدث معي السكرتير العام أن الرئيس يريد أن يحادثني. هو واحد من أفضل الشخصيات الأفريقية التي أتذكرها التي تعاملت معها، ومستر جو هافلانش أيضا قد أن سيد نيلسون مانديلا على استعداد للتعاون التام، وأنا قدمت له التصور العام لتطوير كرة القدم في جنوب أفريقيا. هو أعطاني وقتها عناق ودود جدا، وقال أنه يقدر ما نفعله، ولكنه قال أنا لست فقط نيلسون مانديلا وإنما أنا تعتبرني صديق. وكانت هذه من أفضل اللحظات التي مرت علي في فترة رئاستي. ففترة كأس العالم في إفريقيا في عام 2010 كانت واحدة من الإنجازات التي قمت بها، تطوير الملاعب وتطوير التربة الخاصة بالملاعب. قمت بإنشاء العديد من الصداقات في الأوساط الإفريقية، فالناس هناك ودودون جدا. انتقلت من دولة لأخرى وقد قابلت ولا زلت أقابل العديد من الأصدقاء الأفارقة الذين لن أنساهم أبدا، والذين ساعدوني على تطوير كرة القدم الإفريقية. وأيضا هناك شيء أود أن أضيفه، هو أن تدوير عملية التدوير الخاصة بتنظيم كأس العالم هو قمت به في فترة رئاستي. وما حدث من الولايات المتحدة
كان فشل بالنسبة لهم، ولكن كان نجاح مثلا بالنسبة لليابان وكوريا في عام 2002. فهذا التدوير كان ملحوظا للجميع، لم يرضي البعض، ولكن كان ولكن لا زلت أقدم العديد من النصائح والخطوات الخاصة لتطوير كرة القدم، ولا زال هناك لدينا وجود حتى الآن لتغيير الأجواء في الفيفا وأن نقاتل ضد العنصرية. لأن واحد من اللاعبين الأفارقة قال يوما ما، حينما كان في اجتماع لدى الفيفا، قال هو ماركوس تورام، ليليان تورام، قال لا أستطيع أن ألعب في هذه الأجواء، ولا أعرف لما لا تتحدثون عن العنصرية. قد أطلق هذه الشرارة، فهو إنسان، والإنسان يريد أن يتعامل بالمساواة وأن يتعامل كالآخر. ولكن الشيء الذي قررناه حينها، أن كرة القدم الآن خصوصا خلال الاتحادات لا تساوي بين اللاعبين، فيجب علينا أن نفعل ذلك لأننا كلنا واحد. لا يمكن أن نعامل واحدة بمنظور والآخر بمنظور آخر، لا، مستحيل أن نفعل ذلك. لا يجب أن نقلل من الآخرين على بناء على أي شيء، يجب علينا أن نكون معا. لدينا 2 مليار متابع لكرة القدم، لدينا قوة ناعمة كبيرة تجمع الناس حول العالم، وخصوصا لعبتنا شعارها أنها لعبة عادلة. يجب علينا أن نلاحظ هذا، لا ليس فقط أن نحاول، وإنما يجب علينا أن نفعل هذا وأن نقوم بدورنا بفاعلية. كرة القدم الآن كما نلاحظ هي وسيلة اجتماعية وثقافية للتواصل بين الشعوب.